مساء الخير ومساء الامل والعمل للامل في بكره احلى ان شاء الله، والعمل في ارض الله، ودايما الارض بتكون عنوانها عظماء مصر الفلاحين والمزارعين في كل مكان. واهلا بيكم في يوم جديد من بيت الخبره المرشد الزراعي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن خيمه الصحراء اللي هي النخله والفوائد بتاعتها، وازاي نستثمر في زراعه هذا الجميل العريق اللي تغنى به الشعراء النخل، وخصوصا ان بلادنا مصر يجود في معظم اراضيها النخل. هنتكلم فيها عن الامراض الخاصه بيها وعن زراعتها، وازاي الصناعات كمان التكميليه، وازاي الدوله كمان حطت ايدها بقوه، وعندنا معهد ومتخصص في هذا الشان اللي قالوا عنها: كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا، يرمى بالحجر فيلقي اطيب الثمر. عن النخل النهارده هنتكلم مع ضيف الكريم، وكالعاده في بيت الخبره المرشد الزراعي كل طلباتكم اوامر، هننتظر تليفوناتكم للاستفسار من ضيفي الكريم دكتور ابو غنيمه سعد فتح الباب، الباحث بمعهد بحوث امراض النباتات. اهلا بك يا دكتور، وشرف وضيافه وجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ، واهلا باسره البرنامج، وشكرا على الدعوه الكريمه. وقبل ما نبدا بنهني الشعب المصري كله بانتصارات اكتوبر، وان شاء الله من نصر لنصر، ومن عبور لعبور دايما، ودايما عبور للمستقبل ان شاء الله، والزراعه قادمه والزراعيون قادمون لا محاله ان شاء الله تعالى. طبعا ده الزراعه عنوانها زراعه حياه، ومن يملك قوته يملك قراره. ده اكيد. وفكره برضو على ذكر الانتصارات، يعني اكتوبر رجعنا بالشموخ اللي برضو فكرنا مضاحى حلقتنا النهارده اللي هي النخل. بالظبط. هو بعيد عن الحلقه قبل ما استرسل فيها كده، انت حكيت حضرتك بحكم المتابعه عارف ان اتقال عن النخل احلى كلام. بالظبط. الشعراء وقصص وحكايات، يكفي البيت الشعر اللي حضرتك قلته: كن كالنخيلي عن الاحقاد مرتفعا. مش بس كده، النخله ذكرت في اكثر من 38 موضع في القران الكريم. فكره حقيقي. لما ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان السيده مريم: هزي اليك بجذع النخل، باول نداء او توجيه لها رباني قال لها: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فالنخله معروف بطبيعتها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمدكم النخله. وقال: مثل مثل المؤمن كالنخله. كل منهم فوائد. فلو احنا جينا نعدد النخل وعظمته هتظهر لنا من القرآن، من خلال الغرس المعمر اللي هو لو انت يعني الواحد راح يتوفاه الله الايام هتقوم دلوقتي، لا يعني غرس النخله هو في يد احدكم فسيله فليغرسها. فسيله هو يقصد بها النخله، يعني اذا قامت القيامه. صحيح. وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. صحيح. فاذا كانت هذه هي نهايه الانسان ان ينهيها بفسيله يغرسها، فما بالك بقى بحياتنا بقى. فاقتصاد النخله، النخله اقتصادها ممتد لاكثر من 100 سنه. ده هياخدني السؤال: احنا ليه لازم نهتم بزراعه النخله في مصر او النخيل في مصر؟ لسه زي ما اشرنا دلوقتي ان النخله اقتصادها ممتد، فاحنا دايما بندور على السستينابل اجريكلتشر او الزراعه او التنميه المستدامه. ماشي. فالنخله معروف بمواصفاتها، اول حاجه مش بتحتاج تكلفه ولا جهد لو جينا نقارنها بالمحاصيل الثانيه. فضلا عن قيمتها التسويقيه، اضف الى ذلك قيمتها الغذائيه. وده بيوضح لنا قد ايه لما ربنا سبحانه وتعالى وجه السيده مريم: بهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، ده معناها ان التمر نفسها عباره عن غذاء متكامل. صحيح. او وجبه غذائيه متكامله. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه ايضا قال لك: تصدق ولو بشق تمره. حتى في الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وجه بايه؟ صحيح. بالتصدق بالتمره، اقل حاجه، اقل القليل، تصدق ولو بشق تمر. دليل على تعظيم الفايده بتاعتها. ده دليل ان دل فانما يدل على عظم النخله وعلى عظم ما يخرج منها، فهي صديقه للبيئه. صديقه للبيئه، كل ما يخرج منها بيستفاد منه. صحيح. بيستفاد منه بقى سواء كان طبعا عندنا، وده اللي هنخش فيه في السؤال بعد كده ان شاء الله، ان هو ليه النخله او دورها في الاقتصاد الوطني، بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله؟ بما ان كده يبقى انا يعني اتلقى جمال الاجابات، يعني كده السؤال حضرتك انت اللي طرحته، وانا كده سامع حضرتك برضه. ليه برضه هي ايه فائدتها في الاقتصاد؟ فائدتها في الاقتصاد القومي بتقوم عليها صناعات كتير، زي ما اشرنا قبل كده ان الصناعات التكميليه، وزي ما حضرتك اشرت في معرض كلام حضرتك ان النخله اقتصادها اقتصاد قوي. فضلا عن قيمتها التصديريه، هنبص ايضا النخله او هننظر للنخله هنلاقي ان هي قوامها
بيستفاد منه كل حاجه. الليف بيخش في صناعه الكراسي صحيح. والانتريهات والموبيليا. الجريد نفسه بيدخل في عمليه التصنيع. لو جينا نبص في المنتجعات السياحيه هنلاقي ان معظم الفرش او معظم الديكور مصنوع من جريد النخل. وجماعه اهالينا البدو في سينا صناعات قايمه على ده. فده بيخش دايما بتخش ايضا الدبس بتاع النخله برضو بيخش في صناعه. عندك الكحليات او اللي هي كل ما يخرج من النخل بيستفاد منه. الجريد نفسه بيخش في السعف نفسه بيخش في صناعه المقاطف والكاب او الطواقي. فده بيستفاد منه. فما فيش حاجه في النخله بتتحط خالص. سبحان الله النوى نفسها بالظبط لسه صناعات تانية كتير. فهو لو جينا نعدد النوى بيخش في صناعه الاعلاف بيخش في صناعه الاعلاف وينتج منه الزيوت ايضا. قيمه غذائيه عاليه ده قيمه غذائيه عاليه جدا. حتى سيدنا علي ابن ابي طالب لما كان بياكل الفرس بتاعه وحصانه كان بياكله بالنوى. ولما جت سيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها وصلى الله على ابيها قال ايه اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا علي ياتي اليه بخادم بخادم ياتي اليها بخادم. فقال لها يا فاطمه هل قلت سبحان الله 33 مرة وكبرت الله 33 مرة وحمدته 33 مرة واتممت ذلك بالمئة فذلك يغني عن الخادمة. ده كناية عن العمل والجهد اللي هي كانت بتبذله وكيف النساء كانت بتقف بجوار أزواجهن. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته نموذج لينا وكلنا بنقتدي بصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب هرجع تاني لان هي بتجود من كرامها تاني تجود في معظم الاراضي. ده المعلومه دي صحيحه؟ ده صحيح طبعا. ولا في اراضي معينه ينصح ان لو حد مقبل على ان يعمل مزرعه نخيل يفضل ان بلاش منها؟ او هي الاعدادات او التجهيزات لارض انا حابب اعمل فيها مزرعه نخل؟ هو دايما النخله بتجود في معظم الاراضي. لكن بتفضل او يفضل زراعتها في الاراضي الصفراء والاراضي الطميه. ماشي. خاصه اذا كانت في البدايات. النخله طالما هي اشتغلت والجدر بتاعها دب في الارض خلاص. بتبدا تسلك طريقه. وهي بتتحمل ملوحه لدرجات عاليه يعني حتى 70,000 بي بي ام. ماشي. تنفع في الاراضي اللي هي نسبه الملوحه عاليه. بص لحضرتك الجذر بتاع النخله سبحان الله له تركيب مختلف عن اي جذر تاني متشعب. ده مش حكايه متشعب كمان هم ما بينموش عليه شعيرات جذريه يعني ما فيش شعيرات جذريه. الجذر اللي بيتاكل او بيتهتك بيموت وبيطلع غيره مباشره. فبيصل لاعماق يمكن ان تصل لمئات الامتار اسفل سطح التربه. ماشي. فده بيوضح لنا قد ايه النخله صبوره وهكذا الانسان بيبني. او النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل للصحابه مثل المؤمن كالنخله كنايه عن النخله. لو جيت تعدد مواصفات النخله الشموخ والعزه والصبر والعطاء والصبر والمصابره وان هي دايما شوف بتتعمق الجذر بتاعها بيتعمق لاسفل في سطح التربه في الطبقات العميقه من التربه. بتحصل على غذائها ازاي كنايه عن النخله برضو بتجتهد في الحصول على غذائها. فضل عن النخله مش اي حاجه برضو بتدخلها ليها جوه. لا ده بتختار حاجات معينه عناصر معينه اللي بتحتاج اليها بس سواء كانت ميه سواء كانت ايه سواء كان عناصر غذائيه. فده بيوضح لنا قد ايه النخله وقد ايه الاستثمار فيها بيكون مربح. فضل ان هي ما بتحتاجش زي ما قلت في البدايه لتكلفه عاليه. سواء كان سماد او تغذيه سواء كانت رش سواء كان عوامل مكافحه متطلباتها بسيطه جدا. طب في تجهيزات مثلا معينه ولا ممكن قبل مرحله غرس النخله اللي هي الفتيل الاولاني؟ انا بشوف على حد علمي ان هم بيجيبوا نخله عمر معين بمواصفات معينه وتتزرع في اراضي معينه. يعني مثلا يجود في الواحات غير اللي هو يتزرع في الصعيد وجه بحري اكيد صح ولا في زراعات معينه؟
ولا هو نوع واحد ممكن ينفع على كل الاراضي؟ لا، هو زي ما احنا بنوضح للناس اللي هو حابب يتعلم، يعني زي ما اتفقنا ان النخل ربنا حباه بميزه مش موجوده في الفاكهه الثانيه او اشجار الفاكهه الثانيه، ان الجدر بيتحمل الميه الغدقه، يعني ممكن تمشي تلاقي فيه نخل طالع في وسط الميه. ازاي طالع وسط الميه؟ سبحان الله. فالجدر بيحميها، الجدر زي ما احنا قلنا بيفلتر الحاجه اللي بتخش له قبل ما تخش. زي الانسان ما بيختار الوجبه بتاعته وبيختار الحاجه اللي هو بياكلها، مش بتختار حاجه مجبر عليها، ما بتبقاش مجبر على حاجه. كذلك النخله هي مش مجبره على حاجه، اللي بتاخده اللي عايزاه بس، انما اللي مش عايزاه ما بتاخدوش. النخل هو السيوي بيجود في اماكن، ويفضل مثلا لو عندنا مثلا زراعه البرحي بتجود في وجه بحري. المجدول طبعا عشان خاطر درجات الحراره. أيوة. عند حضرتك في توشكا، لانه بيحتاج درجات حراره معينه. فده بالنسبه لدرجات الحراره. بالنسبه للتربه، التربه في كل الاحوال النخل بيجود فيها، لكن هو يفضل زي ما قلنا في البدايه الارض الطمييه او الارض الصفراء. بالنسبه قبل ما اروح للصناعات التكميليه بتاعته، لان حضرتك انت عارف في مثلا كيلو بلح بيعدي ال 400، الارقام دي صح؟ 400 و500 و1000 مش عارف. ده المجدول، ده زي المجدول ده. ايه بقى قصته ده؟ واحنا عندنا منه كام ده؟ وازاي نطور صناعته وزراعته ثم تصنيعه برضه؟ من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان في الفتره ديت اللي احنا فيها ديت يد الدوله اهتمت. صحيح. وبقى فيه اهتمام عالي بالزراعه وقطاع الزراعه بالذات، بقى يلقى اهتمام ورعايه يمكن ما كانش موجود الاهتمام ده قبل كده. فالاهتمام ده خلى الناس او خلى الدوله تحط ايديها على مواطن الـ 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 القوه. فمن ضمن مواطن القوه ان هو انتشار مساحات او زراعه النخيل. صحيح. فزراعه النخيل دلوقتي النهارده بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا يعتبر احنا بنتفوق على العالم العربي كله. احنا رقم واحد كمان انتاج بالظبط كده. فاحنا بنصدر دلوقتي، يعني احنا بنصدر نخيل، بنصدر تمور. بالاضافه احنا عندنا عدد النخيل، احنا عدد النخيل احنا كان بتتفوق علينا العراق مثلا. دلوقتي لا، احنا بنتفوق على كل الدول العربيه دلوقتي. فاحنا رقم واحد في العالم. الدوله بتولي اهتمام كبير جدا بزراعه النخيل. وده يمكن فكر رائد، ان 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 حد يبص على المواطن القوه ويبدا يستخدمها او يستغلها. صح. فده اللي احنا بننشده، ودايما احنا موجودين كممثلين من مركز البحوث الزراعيه، وايدينا بايد المزارع، دايما بنشوف ايه هو اللي بيحتاج اليه او اللي حقق رفاهيته وبنعمله. طب عند حضرتك في المعهد، في هل هي مثلا زي باقي الاشجار في نوع منها تاني تم استنباطه حديثا غير الانواع المعتاده مثلا الفلاح عارفها؟ هو كلهم بيتم استيراد اصناف جديده. استيراد اصناف لكن جديدة. احنا ما عندناش، ما تمش استنباط نوع، لا احنا استحداث حاجه يعني. احنا دوت يمكن حضرتك لو رجعت المتخصصين في معهد بحوث البساتين عن الاصناف هيقدروا يفيدوك اكتر من في النقطه دي. لكن احنا بيتم الاستيراد من الخارج، وبنشد بقى ان احنا يتم انشاء وحده لزراعه الانسجه. صحيح. بتبقى يعني تكون ذات نشاط تجاري بقى، ان احنا بقى ايه يعني. صحيح. زي معالي الوزير ما كان بيدي تقرير او لسياده رئيس الجمهوريه في الفتره اللي فاتت ديت عن انتاج البذور، اتمنى يدخل ضمنها ضمن انتاج البذور انتاج الفسيلي النخيل او زراعه الانسجه عندنا هنا في مصر، وخاصه ان احنا عندنا مجموعه من الباحثين المهره على درجه عاليه من الوعي والفهم والادراك، عندهم القدرة على الإنتاج والإبداع في هذا المجال. لو تم إنشاء مركز متكامل لزراعة أنسجة النخيل بجميع أصنافه، يمكن يغنينا كتير عن استيراد الفسائل اللي بنستوردها بآلاف أو ملايين الجنيهات من الخارج. صحيح. شجرة زي أي شجرة يصيبها ما يصيبها، يعني حابين نتكلم على الأمراض اللي هي بتصيب النخيل، وازاي برضو يتم الوقاية منها، والفلاح اللي هو عنده مزرعة في مرض معين مثلا مش واخد باله منه دلوقتي، وهل متغيرات الجو بتأثر عليها ولا لا؟ هو طبعا النخلة زيها زي غيرها من اي كائن حي. صحيح. مش الاشجار بس ولا المحاصيل بس، لا اي كائن حي بيتعرض لاي ضغوط او ستريس طبعا بيترجم دوت عن ظهور اعراض. فعندنا النخلة على سبيل المثال بتلقى هذا او بتعاني من هذا الجهد
اللي موجود في الطبيعه، سواء كان امراض، سواء كان درجات حراره، سواء كانت ملوحه، كل دوت بتتعرض له النخله. طب هل احنا نقف عند هذا الحد ولا نشوف حلول او لهذه المشاكل؟ دايما من خلال المتخصصين في كل مكان بيجدوا حلول لاي مشكله، ومفيش مشكله ما لهاش حل. اكيد ماشي. ما خلق الله داء الا وله دواء. كذلك الامر مفيش مشكله وما لهاش حل ابدا، مفيش حاجه مستحيله طالما الانسان بيسعى وبيجتهد، وطالما الانسان بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في المنتج اللي هو قدامه. واهم شيء ان احنا دايما في توجهنا بالنسبه لي ما يخص الامراض، ان لازم الواحد المتخصص يشخص المرض او الحاله جيدا. لو شخصها كويس بينتج عنده ان انا عندي العلاج او الحل ما بيكبدنيش تكلفه كتير، بيبقى تكلفه تبقى اقل، وخاصه اذا كانت في المراحل الاوليه. في امراض معينه مشتهر بيها؟ لو احنا جينا نقسم الامراض بتاعتنا، احنا طبعا عندنا راس النخله، وعندنا الجذع بتاع النخله، وعندنا الثمار. فلو جينا نقسم الامراض بالنسبه لي اللي بتصيب الاوراق، عندنا مثلا التباقع الجرافيولي ده بيصيب الاوراق، وعندنا التباقع الالترناري والبستلوشي، وهذه الامراض بتظهر في اوقات معينه، واللي بيزود الانتشار الاصابه بيها الرطوبه. كل ما زادت نسبه الرطوبه كل ما زادت نسبه او فرص الاصابه وانتشار هذه الامراض. رطوبه التربه، رطوبه التربه او رطوبه الجويه او كل ما ان احنا في ناس، بعض الناس بتزرع او بتترك الحشائش في الارض، فديت لو اهملت بيزود نسبه الرطوبه، زادت نسبه الرطوبه بيزود فرص الاصابه والانتشار بالامراض. فدايما بنضع ايدينا على الجرح ونبدا نعالجه. ازاي؟ عن طريق احنا عارفين ان الاصابه دي بتنتشر لو توفرت الرطوبه، يبقى نقلل فرص زياده الرطوبه. ان احنا بنحرص التربه، بنعرضها للشمس، بنشيل الحشائش اللي فيها، بنقلل نسبه الري. يعني معظم المشاكل اللي احنا واجهناها واحنا بنمر على المزارع زادت نسبه الري، زادت نسبه، الناس مبالغين جدا في زاده نسبه الري. المفروض ان احنا دايما الانسان ما بياخدش غير طاقته من الحاجه اللي هو عايزها. كذلك النخله او الشجره، الشجره بتحتاج اللي هي بتحتاجه بتاخده، فما ينفعش تزود لها الميه. لو زودت لها الميه هتترجم لي دوت في صوره اعراض، اصفرار، موت، عفان جذور، زي ما احنا هنتكلم فيها بعد كده. الاصابه ديت حصلت، طيب هل لها علاج ولا ما لهاش علاج؟ النخله زيها زي غيرها. اي البني ادم بيحب النظافه، كذلك الامر بالنسبه للنخله، بتموت في النظافه. النظافه هي العامل الاساسي في نجاح اي بستان او اي مزرعه. الاهمال دايما بيؤدي الى او بيترجم دوت الى ظهور اصابات وتدهور في الانتاج. مش تدهور في الانتاج بس كمان، لا ده ممكن يموت لي الشجره. وانا عندي الاشجار بالذات محتاجه رعايه خاصه. ليه؟ لان انا بزرع النهارده مش محاصيل اربع شهور هستنى عليها وحصول، ده حاجه مستدامه، حاجه بتقعد ممكن اقل حاجه ممكن تقعد 30 سنه او 50 سنه. فمحتاج جدا ان انا عشان خاطر اخد ترعيها بجد من النخله ديت او اي شجره في الدنيا انتاج كويس، ارعيها، ارعيها الرعايه المطلوبه، اديها التسميد المطلوب، تغذيتها المطلوبة، أتابع عيني أول بأول في الحقل، متى ظهرت الإصابة أو أعراض الإصابة عندي، إمتى أعالجها، وإمتى توصل للكريتيكال بوينت أو النقط الحرجة اللي المفروض أن أنا أقاوم عندها أو أكافح عندها. دي مهمة جدا، المفروض أن أي متخصص ياخدها في الاعتبار. لو ما خدهاش في الاعتبار بيبدأ بقى النتائج السلبية اللي بتيجي بعد كده، أدي العلاج غلط فأكلف المزرعة، فالإنتاج اللي هيجي مش هيوازن أو هيوازي اللي هو التكلفة اللي خدتها، يبقى إذا هتخسر عليا. لا، إحنا مهم جدا أن إحنا يبقى الواحد عينه ثاقبة، بمعنى أن أنا لازم أكون حريص جدا في التوصية، حريص جدا في التشخيص، حريص جدا في الكلمة اللي أنا بقولها أو بنطقها. ليه؟ لأن كل دوت هيبقى له مردود، إما بوزيتيف أو نيجاتيف. إحنا دايما بنحب الاتجاه يكون في الجانب الإيجابي أكتر من السلبي. فكرة ان حضرتك بتقول ان لازم النخلة تتراعى، يعني لو هي حواليها حشيش، انا بشوف ده معظم، وخصوصا معظم زراعات النخل للأسف عشوائية، صح؟ للأسف. يعني بتتحط مثلا يعني كحائط صد كده حوالين المزرعة، مش الاهتمام بتاعها،
في حين ان هي ممكن تلاقي انت منها مردود اكتر كمان من الزرعه نفسها. هو في حته بس احنا مهم جدا طبعا في المزارع الجديده المزارع بسيط لما بيشوف على اسس علميه وكبيره جديده وزي ما حضرتك بتقول وتفضلت منشاه على اسس علميه بيبدا يتقلد طالما في انتاج كويس طالما هي اصلها مش هي راس ماله هي اهم مش عند الربح اللي هيخش جيبي طالما في ربح هيخش جيبي هبذل مجهود وحتى لو المجهود ده كلفني تكلفه بسيطه فما ما 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 ببخلش عليها طالما هتديني. انا بتكلم على المزارع البسيط اللي عنده 10 15 نخله في الزرعه كده حوالين الزرعه بتاعته او واخد جزء من الارض بتاعته، يا ريت ما يستهنش برضه بيهم ويديهم حقهم لان ممكن يجيبوا مردود. اكيد طبعا اكيد طبعا بيجيب مردود والمردود والعائد الاقتصادي للنخله عالي جدا زي ما احنا قلنا، لو جيت اقلم الجريد بيستفيد بيه، الليف بيستفيد بيه، النوى بيستفيد بيه، البلح بيستفيد بيه، بيصدره او ان هو بيستخدمه في السوق المحلي. صحيح. ماشي، فكل النخله كلها فوائد مش هيخسر لو بذل مجهود بسيط ورعى النخله بتاعته ونظفها عقب نظافتها او تقليم ان هو يرشها رشه عامة عشان خاطر كنوع من انواع الوقايه او التطهير. لو ده ما تمش بيبقى المردود سلبي بقى، يبقى الانتاج بتاعه قليل، النخله مش عارف يبقى انتاجها قليل. قيس على ذلك بقى بتصاب بالامراض طبعا. يعني عندنا نوع من انواع الامراض التانية في حاجه كده كانت كنا بنرددها كتير، يقول لك مثلا عندنا في بلدنا يقول لك ايه ده انا بذبح لك نخله. يعني ايه بذبح؟ يعني انا بجد هي جت في بالي دلوقتي هي كنايه عن الكرم. دي كناية عن الكرم. فاحنا عندنا النخلة يعني طب هو عشان يطلع منها هي فبالتالي هي ماتت اللي هو طرح النخل؟ لا، هو بيطلع هو طرح النخل ده لما بيديها ده غالي جدا طبعا. ده استثمار تاني. كيلو بيعدي 300 و 400 جنيه او حاجه زي كده. ما هي دي الاصناف الجديده او الاف باين دي الاصناف الجديده اللي هي بتستثمر فيها الدوله. تمام. والعائد بتاعها اكيد بيعود على اللي هو المحدود الدخل والناس اللي هي محتاجه. بيخش بقى في اي اتجاه على حسب ما بتراها الدوله، سواء كان تدعيم قطاع طبي او قطاع تعليمي اي منشاه. انت حضرتك النهارده شوف الانجازات اللي موجودة. صحيح. على الصعيد على جميع الأصعدة، فما شاء الله يعني إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وكل يوم بتشوف الجديد. وإن شاء الله في قطاع الزراعة بالذات هنلاقي كل يوم أفضل وأحسن، وكل ما يحقق رغبات المزارع ورخائه وإزدهاره ويوفر له العائد الاقتصادي الملائم ليه اللي هو محتاجه بإحنا معاه وبنساعده فيه. على ذكر ده يعني هياخدنا للسؤال، ماذا يقدم المعهد العريق اللي حضرتك بتنتمي ليه لمزارعين وخصوصا مزارعي النخل النخيل؟ معهدنا هو مش معهد بس بصراحه، احنا مركز البحوث الزراعيه. طبعا ده قلعه، انت بتتكلمنا على تاريخ صرح عريق. وهو رائد من رواد التنميه وهو داخل في التنميه المستدامه وبيساعد. في طلعه منه معهد بحوث امراض النباتات. بيقدم ايه بقى معهد بحوث امراض النباتات؟ لا، بيقدم كتير جدا. معهد بحوث امراض النباتات مش دوره في المعمل بس. لا، لو احنا جينا في الحجر الزراعي عشان خاطر يحد من انتشار الامراض، هنلاقي فيه لجان بتشكل من معهد بحوث امراض النباتات من بدايه قبل ما الفسيلة او الشتلة تخش البلد، بيبدا يفحصها فحص جيد لمنع دخول اي افه او اي مرض وارد الينا من الخارج. لو حاجه حصلت زي كده، احنا عشان خاطر برضو ما نظلمش المورد، بنبدا نفحص العينه ظاهري، او ما بتيجي العينه بتتفحص ظاهريا بيجي ناخد بيتم سحب عينه من الفسائل دهيت او الرسائل الوارده ايا كانت، وبيتم ارسالها لمعهد بحوث امراض النباتات. المعمل في الوقت ده هو اللي بيقول لي القول الفاصل ويبدا يقول لي ده فطر حجري او مش حجري، دي رساله تخش او ما تخشش. فمعهد بحوث امراض النباتات واقف بالمرصاد مع الحجر الزراعي ومعهد بحوث وقايه النباتات لاي افه تخش. طب بيتعامل مع الجمهور مباشر؟ بيتعامل مع الجمهور يعني من خلال الندوات. من خلال الندوات الارشاديه ومن خلال زيارتنا الحقليه في اللي بتجوب جميع محافظات الجمهوريه. صحيح. يعني والنشاط الارشاديه، احنا النشاط الارشاديه اللي احنا بنعملها ديت بيكون مردودها على المزارع، وهي اساسا تستهدف المزارع البسيط. صحيح. يعني في البدايه في الاساس بتستهدف المزارع البسيط، بنقدم له المعلومه الفنيه اللي هو عايزها. المعلومه الفنيه احنا مش بنديها له بس في كتب، لا، احنا كمان بنروح للمزارع لحد بيته ولحد غيطه. وبنقعد معاها على الارض وبنتسامر معاه ونشوف ايه مشاكله وايه اللي بيواجهه، وبنبدا نزلله العقبات اللي هي بتواجهه.
من خلال النصيحه والارشاد اللي هي بتبقى في مجموعه ريكومنديشن او توصيات. بنبدا نقولها له، بنقول له 1 2 3، لا ما ترويش كذا، اروي كذا، طب غير طريقه الري، طريقه الري بالغمر دلوقتي مش عارف ايه، فابدا غير لنا طريقه الري، خليها ري بالتنقيط. فبيبدا يغير من سلوكه تماما. او ما بيغير من السلوك بتاعه بيبدا يحقق عائد، العائد دوت بيبدا يثق في المختص او اللي مقدم المعلومه. سواء كان دكتور او مهندس في وزاره الزراعه. اللي هم موجودين ومنتشرين في جميع مديريات الزراعه وخاصه مهندسين الارشاد. تمام، استاذنك مشرفنا بالاتصال من اهلنا من بني سويف الاستاذ حمدي، اهلا بيك. طيب هننتظر تليفونك تاني. امتى الميعاد الصح للتلقيح؟ هو بس انا كنت عاوز اضيف لجمله الامراض عشان نكملها. تمام، فضل. طبعا احنا قلنا اللي بتصيب الاوراق. طبعا هل الاوراق هي اللي بتصاب بس؟ لا، الثمار كمان بتصاب. فمهم جدا عشان خاطر اتلافى الاصابه ان انا ما اجرحش الايه؟ الثمره. لان الثمره لو اتجرحت بيحصل بقى الاصابه او تحدث الاصابه بالفطريات اللي هي زي فطريه الالترناريا والاسبرجلس، وكلها دي فطريات يمكن ان احنا نتلافاها لو احنا ما حصلش خدش للثمره. لما اجي بجمع برده ما عرضش الثمره للخدش او الجرح. دي مهم جدا. فتره الجمع ده بقى. فتره الجمع انا بتكلم على فتره الجمع، وهي فتره الجمع بدات من فتره كده ولسه مستمره لحد الان. ما احنا موسم دلوقتي بالظبط كده. فمهم جدا ان انا اتلافى يعني عذر، يعني السلوك اللي احنا بنشوف بعض اهالينا اللي هم وهو جاي بيحصد او بيجمع الصبغ ان يحذفها من فوق، ده غلط. ما المفروض هو بينزلها بسلبه يعني ليها طقوس. هي ليها طقوس معينه. النخله محتاجه معامله خاصه. النخله محتاجه اللي يدللها. النخله دي حاجه عظيمه جدا. كل ما فيها يعني زي ما احنا قلنا النخله زيها زي الانسان بالظبط، محتاج الاهتمام بيها والرعايه بيها. تكلمها وتكلمك ما في لغه مباشره بينك وبينها، هتحس بيك، صدقني هتديك اللي انت عايزه. طبعا ده بالنسبه للثمار. بالنسبه للاوراق الجذع احنا اتكلمنا في الاوراق. فاحنا عندنا دلوقتي الجذر. الجذر عندنا تحت طبعا بيصاب. هل بيصاب بامراض فطريه بس ولا كمان بيخش معاها امراض نيماتوديه؟ لا طبعا الجذر طبعا معرض للاصابه بالامراض النيماتوديه، والامراض النيماتوديه اساسا هي مشكلتها بتنحصر في الاصابه، بالاضافه ان هي بتجرح الجذر. فجرح الجذر ده هو بيكون مدخل للاصابه بالعديد من الامراض بقى، خاصه الامراض اعفان الجذور. طيب استاذنك مشرفنا بالاتصال من اهالينا من اسوان الحاج جمال، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منور الشاشه انت والدكتور بتاعك. الله يحفظك. الله يحفظك. ربنا يعافيك. اتفضل. والله احنا بنزرع زراعه عشوائيه في النحل يعني بالنوى. عايزين النحل والدوله وفرنا نعمل تسائل يعني ايه في الوديان زي وادي الصعايده ووادي النقره. والاراضي الجديده دي، لان النحل يعني صراحه بيتحمل العوامل الجويه. صحيح. عاوزين نجيب يعني منتج كويس من فسيله كويسه ونعممها على محافظه اسوان على الوديان الجديده. طلبك والله محترم كده ومفرح. يعني هو طالب ان في اسوان كمان بالذات يعني يتم تعميم التجربه كمان، وتحط الدوله تحط ايدها بقوه ويتم زراعة مساحات أكبر وأكبر، وهو بيسأل على فتيلة أو صنف يكون فصيل مميز في أسوان. كده كده صح سؤالك كده يا حاج؟ أيوه صح. تمام. بس أريد يعني تكون معمل في الوديان الجديدة زي وادي الصعايدة زي وادي النقرة زي وادي العوينات. تمام. الفسائل بتنتج عن طريق معمل مش عشوائي كده زي أكيد حلقة. أكيد صح برضه عشان أنت حد يجيبها لك من مصر أو من أي مكان بتكلف. صحيح. والناس ظروفها على كده ما عندهاش وقت. لا يب اتفضل. هو بالفعل الدوله ما فيش موطن الا وحاطط ايديها عليه وبدات. ويمكن انتوا حاسين حضراتكم في اسوان هناك، يعني احنا انتوا عندكم توشكا ما شاء الله، يعني الزراعات هناك منتشره وزراعه النخيل، وفي هناك محطات ابحاث تابعه لمركز البحوث الزراعيه. فما في حد هيقدر يتاخر عن حضرتك لو لجات اليه في هذا الصدد. في محطة بحوث زراعية في أسوان وفي شندويل، جميع محطات البحثية منتشرة على مستوى الجمهورية. لو لجأت لأي حد هناك من زمايلنا أكيد هيفيدوك
وهيقدموا المعلومه اللي ترضيك وترضي اهلنا في اسوان. تمام، اي استفسار تاني يا حاج جمال؟ شكرا والله. يعني انا بناشد المستثمرين يعني ورجال الاعمال ان يخشوا في الموضوع ده، هو مربح يعني مش وحش. صحيح. ان هو يخصص لكل وادي مثلا معمل او في كل بلد معمل او حاجه زي كده ان شاء الله. هو بقى في قريه، القريه اللي هي القريه البحثيه اللي سياده الرئيس امر بانشائها في اسوان، ما يعني خلاص بقت في 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 التنفيذ حاليا دلوقتي، ففي قريه بحثيه متكامله هناك. فين تشكو ولا فين؟ بدا سياده الرئيس امر بانشائها اللي هي القريه البحثيه، ان شاء الله تعالى يعني اشهر كده وتجني ثمارها باذن الله، ويكون كمان في مركز بحث زي ما الدكتور بيقول يعني تتواصلوا معاه مباشر. ولكن انا عاجبني والله رغبتك كده وامنيتك ان شاء الله تعالى يرجع والمستثمرين يحطوا ايديهم في الموضوع بقوه. اتمنى ان شاء الله ربنا يطرح لك البركه باذن الله. والله عجبني كلمه ككل كلامه يعني مهم، اللي عندنا بطريقه عشوائيه الراجل. أيوه. الفلاح ده اصيل، وخصوصا في ارتباط شرط ما بين زراعه القطن وزراعه النخيل. صحيح. في بعض الثمار كده وبعض الاشجار وبعض الفواكه اللي هي قريبه من الفلاح. صحيح. يزرعها حتى عارف يعني ربنا يسلم يقول لك لو بالخساره. فهو بيتمنى الراجل ان زرعه النخل عنده تكون طرحه كتير يعني. ده صحيح. هرجع لامراض الجزع. امراض الجزر طبعا اللي بتصيب الجذور زي ما قلنا الامراض النيماتوديه، وامراض النيماتوديه ديت هي مشكلتها مش في الاصابه بس، لا ده مشكلتها كمان ان هي بتسهل لدخول الفطريات، فاصبحت بتعمل بدل مصيبه واحده بتعمل لي مصيبتين. لا انا طب عشان خاطر اتفادى او اتلافى المشكله دي اعمل ازاي او اعمل ايه؟ اول حاجه ان انا اختار الفسيله من مكان موثوق ومعتمد فيه، ما اجيبش فسيله وخلاص من اي مصدر ايا كان وابدا اقول لا ده انا جبت فسيله. وناس للاسف بيحصل نصب كتير في هذا المجال، بداية الغلط غلط. بالظبط كده. مهم جدا اختيار الفسيله، فالفسيله الجيده خلاص بتوفر على حضرتك اكتر من 75% من الاصابه بالامراض، لان انت خلاص زي ابن حضرتك كده ما بتراعيه في البيت، انت بتراعيه بتبدا يبقى بنيانه كويس، خلاص بيبقى هو يواجه اي عوامل تواجهه هيقدر يقاومها باي وسيله ايا كانت. فمهم جدا اختيار الفسيله. استاذنك مشرفنا بالاتصال من اهالينا من السويس الحاج يوسف، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال الدكتور على حاجه لو سمحت؟ سامعك الدكتور اتفضل. طب لو حبينا نجيب النخل اللي هو البرح ده نجيبه منين الفتايل دي؟ حاضر. في اساتذتنا في او مع المعمل المركزي للنخيل ومعهد بحوث البساتين، لو حضرتك لجأت لهم هيقدروا يفيدوك في الحته دي في النقطه دي. فين ده يا دكتور؟ مركز البحوث الزراعيه في هندا، المعمل المركزي للنخيل. المعمل المركزي للنخيل داخل المركز البحوث الزراعيه اللي هو عند جامعه القاهره في الجيزه اللي قدام حديقه الحيوان. ده المعمل، بمجرد ما تسأل عليه. وفي متلقي برضه للجمهور ودايما متعاون مركز البحوث الزراعيه بكل. يعني ممكن لو رحت اشتري يديني نخل هيفيدوا حضرتك هناك يا فندم. هيقول لحضرتك تشتريه منين واجود الاصناف، وكمان هي ممكن يساعده في طبيعه التربه بتاعته والصنف اللي هو يجود عندك. مظبوط. ان شاء الله ربنا يطرح لك البركه. اي اسئله تاني؟ شكرا يا دكتور. شكرا، تحت امرك، ربنا يا رب يوفقك. شكرا يا اتصال. نكمل برضو امراض الجذور. امراض الجذور طيب خلاص بالنسبه لي ان ميتودا طبعا مهم جدا مكافحتها عشان خاطر نتخلص من الاصابه ونقلل من الاضرار اللي ممكن نواجهها في الجذور. انا دايما ما بلجاش للمعامله بالمبيدات في الاول. لا انا بلجا للمعامله بالمبيدات ديت لما استنفذ كل الطرق السابقه. فمهم جدا ان انا الجا للعمليات الزراعيه. اول حاجه لما اجيب سماد عضوي احب اسمد بيه يكون تم التحلل، لان هو ممكن يكون حامل للرقات او اللي هي البروباجول اللي هي الحاجات الاعضاء التكسريه بتاع النيماتود. فده بيكون مشكله انا جبت الاصابه لحد عندي بإيدك. فمهم جدا ان انا لما اختار او اجيب السماد يكون سماد تم التحلل. مش بس كده،
اختار الفسيله زي ما احنا قلنا. صحيح. يبقى احنا عندنا ديت انا عامل مهم جدا ان انا اختار الفسيله تكون فسيله صحيحه سليمه قويه. ابص على الجذور بتاعتها اشوفها هل الجذور ديت مصابه بالنيماتودا ولا لا. طب لو مصابه بالنيماتودا يحصل ايه؟ استبعد المشتل كله مش صحيح. كمان ليه خلاص انا فلوسي في جيبي ماشي ومهم جدا ان انا استثمر. يبقى لما اجي اشتري من مكان معتمد وموثوق. ليه؟ طالما فسيله مصابه يبقى اكيد التانيين هيبقى مصابين. خصوصا ان اكتشاف الخطا في زراعه زي زراعه النخيل مكلفه بعد فتره ومكلفه. بالظبط كده. فادي بالظبط كده. وخاصه ان الشتلة او الفسيله اللي انا بشتريها غاليه مش مش رخيصه يعني. فيعني في حاجات ممكن بتعدي ال 1000 و 3000 كمان. فمهم جدا ان انا ما احط فلوسي احط في حاجه في مضمونه مش احط فلوسي في حاجه وخلاص اجي ارجع بعد سنتين ثلاثه اروح وفجاه اروح مقلعها. لا طبعا. لو احنا نستاذنك هنطلع فاصل ونرجع نكمل التوصيات مشاهدينا. فاصل ونرجع نوصل في بيت الخبره المرشد الزراعي والحديث عن خيمه الصحراء النخيل. استنوا مشاهدينا بنجد بحضراتكم التحيه مره اخرى في بيت الخبره المرشد الزراعي وما زال حديث متواصل عن خيمه الصحراء او الكريمه العطاء للارض وللانسان عن التاريخ عن الشامخه العريقه كبلدي مصر عن النخيل اتحدث. هننتظر كمان تليفوناتكم لسه بتكلم مع ضيف الكريم على المعاملات الخاصه بيها وازاي تكرمها فتكرم وتاخد من عطائها اجود الانواع الاراضي كمان السلالات او الاستنباط الجديد منها. نتكلم على الامراض الخاصه بها سواء الخاصه بالاوراق او الجذور او الثمره نفسها كل هذا واكثر مع ضيفه وننتظر تليفوناتكم لرد عليها من ضيف الكريم دكتور ابو غنيمه سعد فتح الباب الباحث بمعهد بحوث امراض النباتات. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يحفظك. اهلا وسهلا يا فندم. نرجع تاني ليه. طب نقذف قذفه بسيطه كده. اتفضل. نروح لميعاد التلقيح المناسب عشان ده سؤال مهم جدا وجانا كمان على صفحه البرنامج لان بيبقى في شويه عشوائيه كل واحد بمزاجه او كل واحد على حسب ظروفه. امتى الميعاد تلقيح النخله المناسب؟ هو ميعاد التلقيح المناسب لنخلة بيبدا من اواخر فبراير وممتد لحد شهر مايو. يعني اخر شهر 2 لحد مايو. لحد شهر مايو. تمام. المفروض ان انا بعيد عمليه التلقيح من مره من مرتين لثلاث مرات. يعني ما ينفعش ان انا القح مره وخلاص على كده. لا حصل تلقيح. هو طبعا في الاصل التلقيح كان بيتم طبيعي عن طريق الرياح. لكن في الاصل عشان خاطر ازود عمليه الاخصاب والتلقيح والعقد ماشي بيبقى التلقيح عن طريق اللي هو الهاندلنج او في اجهزه دلوقتي بتلقح صناعي. فبلقح مرتين لثلاث مرات. فيه اصناف زي البرحي بيحتاج لثلاث مرات لان هو صعب شويه في عمليه التلقيح. فبيحتاج ان انا اديله ثلاث مرات تلقيح. لازم عشان خاطر اختار حبوب اللقاح مهم جدا ان انا لما اختارها من كيزان او الميل بتكون كويسه. بمعنى ايه؟ احنا عندنا مثلا في اصابه او مثلا مرض اسمه مرض عفن النورات. ايوه. مرض عفن النورات ده هوت لو انا خدت حبوب لقاح مصابه بهذا المرض بتنتقل الاصابه من الـ 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 الاعضاء المذكره الى الاعضاء المؤنثه. فبالتالي بتبقى الاصابه موجوده. طيب الاصابه جت لي عندي هل هيحصل تلقيح؟ لا طبعا مش هيحصل تلقيح وهيفشل العقد. وفي نفس الوقت لو حصل العقد بيبقى بنسبه بسيطه جدا تكاد لا تذكر يعني. فمهم جدا ان انا لما اختار حبوب اللقاح من فحول جيده بيكون من نفس الصنف كويسه. ولا مش شرط. المهم ان هو فحول كويسه وجيده و لان هو هو نفس التلقيح في النخله سبحان الله بيكافئ او تقريبا زيه زي الانسان بالظبط يعني. فحتى لما تيجي بالنسبه لتقويه الاخصاب يجي يقول لك مثلا خد عسل نحل بحبوب اللقاح. فمهم جدا. فده بيفيد برضه. فسبحان الله النخله مشتركه في الانسان مع الانسان في عوامل كثيره جدا يعني. ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. ودي عشان خاطر عطاها زي ما احنا قلنا ممتد يمكن يصل الى اكثر من 100 سنه. فشوف بقى الانسان عطاءه بيمتد لحد امتى. محتاجين ان احنا وقفه مع النفس خاصه مع النخيل. بنشوف يقول لك ايه قلم النخله.
اتفضل. ده اجراء لازم يعمله اللي هو مزارع النخيل، صح؟ مهم جدا. يعني ايه بقى تقليم النخل؟ تقليم النخل، ازاله الاوراق الجافه. الاوراق اللي خلاص بقى احنا عندنا جريد النخل. جريد بالظبط كده، وغنت ليه بقى يعني تغنى به المطربين. صحيح. جريد النخل العالي. فمهم جدا برضو ان احنا نعتني، يعني شوف كله اهتم بالنخله، فاقدر واولى بالفلاح او المزارع البسيط اللي هو اهلنا وناسنا ان هم يكونوا اكثر اهتماما بالنخله، لان النخله ديت هي العامل الاقتصادي او المورد رزقه اللي هو لازم يهتم بيها. فتكريب او تقليم النخل مهم جدا، ان انا اقلم النخله، ازيل الاوراق الجافه، ولو في اصابه بزيل الاوراق المصابه، وارش عقب التقليم مباشره، وده مهم جدا لتطهير الجروح والاصابات، لان انا بيخرج عندي ماده، الماده دهيت او الافرازات اللي هي بتخرج من النخله دهيت بتكون جاذبه للحشرات والامراض، وتكون عرضه للاصابه بالامراض. فعمليه التطهير ديت بتقيني كل هذا العوامل اللي هي بتسبب لي هذه الاضرار. بحكم المعايشه والتواصل دايما في مزارع النخيل والتواصل مع الفلاح مباشر واللي هو خاصه من مزارعي النخيل، شايف ان احنا رايحين لحد فين؟ وصلنا مثلا الكيرف بتاع زراعه النخيل عالي؟ يعني في استجابه من الناس اللي حابه تزرع النخيل، خصوصا بعد ما الدوله حطت في ايدها بقوه وانشاء معامل متخصصه ومراكز متخصصه بحثيه في بهذا الشان؟ يعني انت شايف ان احنا ماشيين على خطه صح؟ اكيد يعني طبعا. ممكن المساحه هتزيد ان شاء الله قريب؟ اكيد طبعا. هي المساحه بتزيد بالفعل، مش هتزيد، لا بتزيد بالفعل. انت حضرتك شفت توشكا وشرق العوينات والفرافره والواحات، ولو قعدت عديت لك من هنا للصبح مش هيكفي. ثانيا الفلاح المصري بتاعنا فلاح واعي جدا. انا رحت في بعض المحافظات لقيت ان الفلاح بيروح ياخد دورات تدريبيه. أيوة. ده معناها ايه؟ ما ده التكامل ما بين خبرته وبحث البحث. فده مهم جدا، ده بيديك انطباع ان الفلاح المصري بيسعى الى ان هو يحصل على المعلومه. صحيح. حصوله على المعلومه ديت ده دافع. ايه الدافع بتاعها؟ ان هو استثماره يزيد. صح. طالما استثماره يزيد زي ما قلنا العائد الربح بتاعه بيدخل جيبه، خلاص بيطمئن. فبالتالي ده ما بيدي له اهميه ان هو ازاي يحصل على المعلومه بتاعته. هو كم كيلو ممكن متوسط النخله الطبيعي من انتاجها مثلا البلح، ولا على حسب النوع؟ ولا على حسب النوع ممكن يوصل ل 90 كيلو. 90 كيلو ده رقم أكتر كمان. كويس يعني ممكن. هيبقى مجزي كمان، ممكن اكتر كمان. صحيح. طيب هي في ناس بتلجأ للخف عشان خاطر التقلل، عشان خاطر الكواليتي بتاع الثمره، فبيلجأوا للخف. ممكن نستعين بيها تاني بجمله عطائها ان هي تنفعنا في المتغيرات المناخيه، في ارتفاع الحراره، في يعني تكون مظلة مثلا لزراعات معينة؟ ولا المزارع اللي هي زي مزارع المانجا مثلا، لو جينا نبص نلاقي اللي هم بيعملوا سور حوالين الجنينة. أيوة. بيزرعوا نخيل. ده كان عامل من عوامل كسر حدة درجة الحرارة. لان النخله لما الجريد بتاعها بيعمل تيارات هواء، بيتهز من الرياح فبيعمل تيارات هواء، فبيكسر حده درجه الحراره ديت. فكسر حده درجه الحراره ديت بيقلل من تاثيرها على 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 المحاصيل بصفه عامه. فده لها دور، ودور مش 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 بطال يعني، ومش قليل، لا ده دور مهم جدا. بدليل ان في بعض الناس اللي اهتمت بالناحيه دهيت المزارع بتاعتها تاثرت باقل القليل، والخسائر الناجمه عن وانت يمكن حضرتك شفت المانجا وما حدث لها في الاونه الاخيره. طبعا ما كانش بالظبط كده، تاثر تاثر كبير. صحيح. جدا بارتفاع درجات الحراره. صح. لان ارتفاع درجات الحراره ادى الى ضعف حبوب اللقاح، ادى في 100,000 سبب حصل. باضف الى ذلك موضوع العفن الهبابي. فكلا العاملين اشر من بعض في ضعف الطاقه الانتاجيه للشجره، واستنفاذ المخزون بتاع الشجره نفسها الغذائي للشجره. فالشجره بتواجه ستريس، فالستريس ده بالظبط كده. فالستريس او الضغوط اللي هي بتواجهها دهيت بتكافحها بكل الوسائل بقى. فبص لا النتح بيزيد، معدل البخر في 100,000 حاجه بتحصل للشجره، العمليات الفسيولوجيه. يعني شفت حضرتك لو تعرضت لدرجه حراره مرتفعه بتعمل ايه؟ فبالرغم ان ممكن يكون في تكييف، في مش عارف ايه. صحيح. فده شجره بقى ومعرضه لكل يعني كل العوامل. طبعا بالظبط، كل المؤثرات، كل العوامل المؤثرات بت طب في درجه حراره معينه ممكن يعني تعديها شجره النخيل ما تستحملهاش؟ هو سبحان الله يعني احنا يمكن احنا قلنا قبل كده ان درجه النخله مهيئه ان تستحمل كل حاجه. ده اذا كانت هي انت حضرتك قلت ان هي خيمه الصحراء. فخيمه الصحراء ده معناها ايه؟ ان هي لا هي لها ما يؤهلها لدرجه الحراره. ليه بقى؟
عندنا انت عند حضرتك الورقه بتاع النخيل الابريه عدد الصغور على الورقه قليل جدا فسبحان الله طبعا مهيئه ان هي تتزرع في درجات الحراره ان هي تمتص درجات الحراره او ان هي تكافحها او تقاومها بما تملكه من عوامل فسيولوجيه وعوامل بتاهلها لكده. قله البخر لان هو البخر اللي لما بيحصل او النتح لما بيحصل بيزيد مع درجات الحراره. احنا عندنا عدد الصغور قليله والورقه ابريه فنسبه النتح عندي بتبقى قليله كتير مقارنه بالمحاصيل الاخرى فده بيجعلها اكثر مقاومه للظروف المناخيه مقارنه بالاوراق اللي هي عريضه الاوراق اللي هي الاوراق بتاعتها عريضه بتبقى عليها الاستوميتا او الصغور بتبقى اكتر فمعدل التنفس بيزيد فبالتالي بينتج عنه زياده في عمليه الريسبيريشن سيستم او النظام او التمثيل او التنفسي او التنفس بتاع الشجره بيزيد فبيزيد معاها معدل البخر ومعدل النتح وكل ما يدخل في الشجره من عمليات حيويه او فسيولوجيه. انا استمتعت والله بالحلقه المسكره دي والله طبعا احنا هنتكلم على النخل ده يعني شموخ وخلينا ناخد حلقه وحلقه انا حاسس بالفخر وانا بتكلم طبعا طبعا على فكره هي حاجه مدعاه للفخر فعلا تحياتي ليك وان شاء الله تعالى ربنا يجعل كل ما تقدم كزكاه علم ان شاء الله. شكرا يا فندم لشخصك الكريم وكل السعاده المحترمه داخل معهد البحث العريق اللي حضرتك بتنتمي ليه وشكرا بالحلقه الجميله ديت وشكرا بالدعوه الكريمه وبشكر الساده المزارعين في كل مكان ومهندسين الارشاد و كل العاملين في قطاع الزراعه بشكرهم وبكين لهم كل احترام وتقدير ودايما ان شاء الله مصر في تطور وتقدم ورقي ان شاء الله وازدهار يا رب ان شاء الله ودايما الصحراء تبقى خضراء ان شاء الله ان شاء الله تعالى. تحياتي ليك يا دكتور بجهود المخلصين اللي زي حضراتكم ان شاء الله. تحياتي ليك مشاهدينا خلص حلقه النهارده وان شاء الله تعالى نكون يا رب قدمنا كل ما هو جديد ومفيد عن هذه العريقه خيمه الصحراء شامخه بلدي كهيه ان شاء الله. نشوفكم في يوم جديد من بيت الخبره المرشد الزراعي في أمان الله.